السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة وطالبات كلية التمريض الفرقة الرابعة قسم إدارة التمريض، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله معكم النهاردة دكتورة أميرة محمد، مدرس قسم إدارة التمريض كلية التمريض جامعة بنها. محاضرة النهاردة هتكون عن الليدرشيب. قسم إدارة التمريض ليدرشيب بريبيرد باي دكتور أميرة محمد، Lecturer in Nursing Administration Department 4th year second semester. عندي أول حاجة في محاضرة الليدرشيب اللي هي معنى كلمة الليدرشيب اللي هي القيادة. عندي الأوبجيكتيفز. أول حاجة الأوبجيكتيفز: By the end of this lecture, the undergraduate student should be able to number one, define leadership, define leaders and manager. Number two, discuss leaders versus managers. الفرق ما بين القائد والمدير. Enumerate leader traits. List leader skills. Define leadership style. Discuss classification of leadership style. Discuss characteristics affecting the choice of leadership style. عندي أول حاجة هنتكلم عنها definition of leadership. ما هو مفهوم عملية القيادة؟ القيادة هي عبارة عن It's the process of influencing and directing the behavior of others towards the accomplishment of objectives. يبقى عملية القيادة هي عبارة عن القدرة على التأثير والتوجيه في سلوك الأفراد لتحقيق هدف معين. يبقى القدرة على تأثير وتوجيه سلوك الأفراد تجاه تحقيق هدف المنظمة. في عندي 3 key components to this definition. عندي 3 مفاتيح او 3 نقاط مهمة لتعريف القيادة. ايه هو؟ اول حاجة ان هو process, interpersonal process between one person and groups. يبقى هي process ما بين مجموعة من الاجراءات ما بين او الخطوات ما بين شخص وجروبس, ما بين فرد ومجموعة. والفرد ده هو الليدر والمجموعة دول هما الفولورز بتوع اللي هيقوموا بأكمبليشمنت الأوبجيكتيفز. نمبر 2, can't have leader without followers. ما ينفعش يكون في قائد من غير followers. ما ينفعش يكون في followers without leader. نمبر 3, الهدف من ان يكون في leader وfollowers goal achievement. معايير القيادة الناجحة هي تحقيق الهدف. Criterion for effective leadership equal goal achievement. دون صورة مبسطة عن definition of leadership. What is leadership? Influencing, قلنا اللي هو التأثير. Leading people, بيقود البيبول. Commanding people, guiding people. يا شخص مؤثر, شخص مرشد, شخص موجه. تاني حاجة عندي definition of leader. ايه هو تعريف الليدر بقى؟ من هو القائد؟ القائد هو عبارة عن leader is a person who uses interpersonal skills to influence others to accomplish specific goals and usually doesn't have delegated authority but obtain power through other means such as influence. جميل قوي التعريف. هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن شخص, بس الشخص ده له skills, interpersonal skills, عنده مهارات شخصية وهي مهارة او القدرة على التأثير. عنده القدرة على التأثير, شخص مؤثر بيقدر يأثر في اللي حواليه. To influence, هو interpersonal skill to influence others, يبقى عنده skills عشان يقدر يأثر في الأزر عشان خاطر يحققوا specific goals, هدف معين. And usually doesn't have delegated authority, مالوش سلطة. هو شخص ملوش سلطة, مش معين, مش المنظمة معينية بقرار رسمي, على عكس المدير المانجر. لا, هو شخص لديه سكيلز. سكيلز ايه دي؟ السكيلز دي ايه؟ تو انفولونس, مهارة التأثير في الآخرين لتحقيق هدف معين. احنا قلنا بات اوبتين باور ثرو اذر مين سوتش از انفولونس, القوه بتاعته اللي بيقدر بيأثر فيها على الاشخاص من خلال الانفولونس, تاثير, قوته في تاثيره. شخص بيقدر ياثر. A leader cares about and focus on the people who do the job. اهم حاجه عنده
اهم حاجة. لدى القائد ان هو الناس اللي بيأدوا الجوب مش الجوب، على عكس المانجر ده اهم حاجة عنده البيبول هو دوز الجوب، اهم حاجة عنده الفولورز بتوعه، لازم يكون لازم يكونوا ساتسفايد. definition of the manager، احنا قلنا definition of leader، هنقول definition of the manager. The manager is an individual employed by an organization who is responsible for efficiently accomplishing the goal of the organization through implementing of management process. هو برضو individual، لكن الفرق بينه وما بين الليدر ده employed by an organization، التوصيف الوظيفي بتاعه أو ال employed by the organization اللي هو المنظمة هي اللي معينه. هو is responsible برضو المسؤول عن برضو زي الليدر ان هو efficiently accomplishment the goals، ان هو يحقق goals of the organization هدف المنظمة من خلال implementing the management process. المانجر make sure that a job get done، اهم حاجة عنده الجوب، اهم حاجة عنده يحققه الهدف، اهم حاجة عنده الشغل اللي هيشتغلوه، مش اهم حاجة عنده البيبول على عكس الليدر. يبقى دوت ده له سلطة، هو employed اصلا by the organization لكن دوكها doesn't have delegated authority. دوكها عنده الباور بتاعته، الليدر الباور بتاعته بياخدها من الانفلونس من التأثير، اما دوت من خلال التوصيف الوظيفي بتاعه. الليدر بيهتم بالبيبولز، المانجر بيهتم بالجوب. عندي ديفرنس مبسط ما بين المانجر اند الليدر. المانجر مانجر ادمنستر بيدير، هو المدير، اما الليدر انوفيت بيبدع بيشتغل الشغل بس بإبداع، أما دوّن بيشرف على الشغل بس بيوجه بس، ده مينتين بيحافظ على الشغل على الجولز، أهم حاجة عنده يحقق الجولز وخلاص زي ما هو زي ما مطلوب، أما ده ديفولوب ده بيطور بيشتغل الشغل بس بيحاول يطور منه بيحاول يعمل الأفضل بيعمل الأحسن، ده كنترول ده شخص مسيطر بيتحكم فيهم بيسيطر عليهم، أما ده انسباير ده بيشجعهم بيلهمهم بالفكرة الصح. ده have short term view ده رؤيته قصيرة المدى بص تحت رجليه، لكن الليدر have long term view له وجهة نظر طويلة المدى. ask how and when وقت تنفيذ الجولز بيسألهم عشان يحققوا، بيسألهم لو ما يحققوا الجولز بيسألهم how ازاي وامتى، ازاي هتحقق لي ده وامتى، اما ده ask what and why بيسأل ازاي هو ليه لماذا ليه عملت كده، ليه اشتغلت بالطريقة دي وايه ده وليه. enable others المانجر enable others to understand the information instruction or idea، بيخلي الفولورز بتوعه اهم حاجة ان هم يفهموا الانفورميشن يفهموا المعلومة والانستركشن اللي هو اداها لهم والفكرة، اما الليدر influence the people toward objectives and the desire to achieve بيأثر فيهم عشان يقدر عشان يحققوا الobjective، ولازم يكون ليهم الرغبة ان هم يحققوه فبالتالي هيحققوه بطريقة افضل من المانجر. بعد كده عندي characteristic of good leadership، ايه مواصفات القيادة الناجحة. عندي اول حاجة challenge the process، يعني ايه challenge the process؟ taking risk يعني تحدي المخاطر، taking risk innovating شخص مبدع، experimenting بيخوض التجارب واهم حاجة وله تجارب سابقة، finding new and better way of doing things بيدور على حاجات جديدة وطرق جديدة عشان ينفذ الجولز او الobjectives بتاعه، develop an attitude of hardness and learning from their mistake بيتعلم من الصعوبات اللي بتقابله وبيتعلم من المستيك من المخاطر. نمبر 2 inspiring a shared vision helping others to share the mission and goals بيخليهم يشاركوا في الرؤية اللي هيضعها بيشاركوا في الميجن والجول اوف ذا اورجانيزيشن وبالتالي هيحققوا الجولز لانهم راضيين لانهم شاركوا في وضع رؤية المنظمة بتاعتهم فبالتالي هيكونوا اكثر قدره على
العمل وتحقيق المهمة المطلوبة. expressive, energetic and give an impression of being charismatic. شخص عنده طاقة ولازم يكون يظهر لهم ان هو شخص charismatic, له كاريزما. يبقى دي inspiring a shared vision, يبقى يشركهم في الفيجن وفي الميجن والجولز اوف ذا اورجانيزيشن. تمام. بعد كده نمبر 3, enabling other to act. ازاي هيخليهم يشتغلوا؟ ازاي؟ من خلال ان هو يشجع الكولابوريشن, تعاون, ويشجع روح الفريق ان هو يتعاون معاهم ويساعدهم. and empowering others to feel strong and capable. ولازم يمكنهم ان هم اشخاص اقوياء وان هم يقدروا يحققوا الجولز وباقصى درجه من الكفاءه. involve all staff in policy formation procedure. قلنا برضو ان هو يشركهم في وضع البوليسي والبروسيجر والستاندردز. number 4, encouraging. لازم يشجعهم ازاي؟ من خلال ان هو يكافئهم, من خلال ان هم يعملهم شهادات تقدير, يحفزهم, يمدح فيهم. يبقى active encouragement and support, يبقى ان هو يشجعهم ويدعمهم. and praise for and celebration of accomplishment. يبقى لازم يكافئ انجازهم ومجهودهم. enable others to achieve their best and deserve reward performance. لازم يساعدهم ان هم يحققوا افضل ما لديهم ويعمل reward, يكافئ الاداء, يكافئهم على ادائهم. نمبر 5, communicating. ده نقطة مهمة جدا. بيقول فيها ايه؟ listening is also an important part of communication. ايه في الكوميونيكيشن؟ لازم يسمع لهم, لازم ياخد رأيهم, مش هو بس اللي يتكلم, مش هو بس اللي يؤمر, لا, لازم يسمع لهم. وبالتالي لما يسمع لهم هيحصل emotional connection, يحصل تواصل عاطفي ما بينهم, هيخليهم يحققوا الجولز وهم راضيين وهم ساتسفايد. بيقول communicating, listening is also an important part of communication. A leader communication make the emotional connection that is so critical in effective leadership. يبقى الكوميونيكيشن او listening مهم جدا في عملية القيادة. بعد كده عندي leader skills. ايه هي الليدر سكيلز؟ مهارات القائد ايه؟ لازم يكون عنده مهارة ايه وايه وايه. عندي اول حاجة تكنيكال سكيلز, اناليتيك سكيلز, استراتيجيك سكيلز, فاينانشال انفورميشن تكنولوجي سكيلز, بيرسونال اند سيلف ديفلوبمنت سكيلز. لازم يكون شخص لديه مهارة فنية, لديه مهارة التحليل, يقدر يحلل الموقف وياخد الاجراء بناء على التحليل. استراتيجيك سكيلز, يقدر يحط بلانينج او اي ميستيكس بتقابله يقدر يواجهها. فاينانشال سكيلز وانفورميشن تكنولوجي, لازم يكون عنده مهارات ماديه, يكون عنده مهاره استخدام تكنولوجيا المعلومات. لازم يكون عنده بيرسونال اند سيلف ديفلوبمنت سكيلز, يطور من نفسه يطور من الاخرين. بعد كده عندي الليدرشيب ستايلز. ايه هي الليدرشيب ستايل؟ الليدرشيب ستايل was defined as the manner in which the leader influences the group member behavior in various situations. الطريقة او الاسلوب اللي الليدر هيستخدمه عشان يأثر في سلوك الاخرين في مختلف المواقف. يعني ايه الكلام ده؟ عندي classification of leadership style, بقية الطريقة او الاسلوب اللي الليدر هيستخدمه في المواقف المختلفة للتأثير في سلوك الافراد. عندي الكلاسيفيكيشن اوف ليدرشيب ستايل, نمبر 1 تراديشنال ستايل, نمبر 2 ادفانسد ستايل. عندي 2 ستايل, تراديشنال هو ده قديم وطول عمرنا عارفينه, وفي حاجة محدثة اسمه الادفانسد. اول حاجة عندي التراديشنال ستايل. عندي الاوتوكراتيك ليدرشيب ستايل والديمقراطيك ليدرشيب ستايل والليزيفير ليدرشيب ستايل. عندي اول حاجه الاوتوكراتيك, الشخص اللي هو الاوتوكراتي
ايه هو الشخص الاوتوقراطي ده؟ قالك ان هو which there are a maximum control for the leader with minimum freedom for the group. maximum control for the leader with minimum freedom for the group member. يبقى الكنترول السيطرة كلها او الكلام كله بيبقى من الليدر، هو الشخص المسيطر هو المتحكم، والفريدم وبيديهم حرية بسيطة في البارتيسيبيشن، يبقى هو الشخص المسيطر، لكن الليدر بيكون فيه مينيمم فريدم، الحرية بسيطة للايه للجروب، يديهم حرية بسيطة ان هم يشاركوا ان هم يقولوا رأيهم. الليدر in this style make all work related decision and order subordinate to carry out them. يبقى بيخلي كل القرارات راجعة له، وبيدي السبوردينيت الفولورز بتوعه الاوردر تو كاري اوت ان هم ينفذوا، يبقى هو بيدي الاوردر هم بينفذوا. يوز مينيمال جروب بارتيسيبيشن مي ليسن تو هيز سبوردينيت دايركشن بات دازنت انفلونس باي ذم. هو ممكن يخليهم يشاركوا ويقولوا رايهم وممكن يسمع لهم، لكن رايه هو اللي بيمشي، يبقى هو اللي القرار قراره وهما بينفذوا، ممكن يسمع لهم لكن ما بيتأثرش برأيهم وبيمشي كلامه. but high concern for task accomplishment and low concern for people who perform the task. بيحط اهم حاجة عنده ان هو يحقق الجولز بتاعه او التاسكس، مش مهم البيبلز، يبقى هو بيركز على التاسك اكتر من انه بيركز على البيبلز who perform the task. uses the effort of employees to the best possible advantage without regard to their interest. احنا قلنا هو بيركز على على التاسك، وبيستخدم كل جهودهم عشان يحققوا افضل النتائج من غير ما يرجع ولا يهتم باهتماماتهم او احتياجاتهم. يبقى ده الاوتوكراتيك ليدرشيب، شخص مسيطر بيدي حرية بسيطة للفولورز بتوعه، القرار قراره، بيدي اوردر للسبوردينيت ان هم يحققوا الجولز، ممكن يسمع لهم في قليل من الاحوال بيسمع لهم، ويخليهم يقولوا رايهم لكن ما بيعملش بيه ولا بيتاثر بكلامهم. بيحط اهم حاجه تركيزه على التاسك اكومبليشمنت ان هم يحققوا ان هو يحقق التاسك، ولو كونسيرن على عليهم هم، مش مهم عنده الامبلويز لكن اهم حاجه عنده التاسكس، وبيستخدم كل الافورت بتاعتهم عشان يحقق best possible advantage without regard to their interest. طيب اكيد له advantage، اكيد له advantage و disadvantage. ايه الادفانتج بتاع الاوتوكراتيك ليدرشيب؟ اول حاجه less time consuming for decision making in emergency situation or crisis. مش معقوله في وقت ما يحصل كارثه في المنظمه او في المستشفى او في الكليه هيستنى لحد ما يجمع الناس وياخد رايهم ويشوف مين اللي رايه صح، يبقى ده مش هينفع يبقى لازم استخدم الاوتوكراتيك، يبقى ده بيستخدم في الامرجنسي سيتويشن او الكرايسيس. ايه كمان؟ يوسفول وين الجروب ممبر ار ان اكسبيرينس، هم ما عندهمش خبره، لسه جداد ما عندهمش خبره، ما مروش بالمواقف دي قبل كده، يبقى لازم استخدم الاوتوكراتيك. اند ذا ليدر از ذا وان هو هاز انفورميشن اند سكيلز، والليدر هو اللي عنده المعلومات والمهاره، يبقى في الوقت ده هستخدم الايه الاوتوكراتيك ليدرشيب. يبقى هو بيستخدمه في حاله الكرايسيس او الامرجنسي سيتويشن لان مش هينفع اجمع الناس. تاني حاجه يوسفول هو الجروب ممبر ار ان اكسبيرينس، اللي هم مش عندهم خبره وهو بس الشخص الوحيد اللي عنده انفورميشن اند سكيلز. طيب ايه الديس ادفانتج بقى؟ لما يكون شخص هو اللي بس قراره هو اللي يمشي ويستخدم كل جهودهم وما بيهتمش بالانترستس بتاعته. doesn't encourage individual initiation or cooperation between group member. طبعا مش هيبقى فيه ترابط، مش هيبقى فيه تعاون ما بينهم وبين بعض. ليه؟ لان هو بس اللي بيدي القرار وهم بس يا دوبك بينفذوا، يبقى كل واحد هينفذ المطلوب منه وخلاص. emphasize negative reinforcement top down communication. طبعا للاسف الدعم بتاعه نيجاتيف. ليه؟ لان الكوميونيكيشن من فوق لتحت، مفيش كده بالانس، مفيش من توب داون وداون، مفيش من فوق لتحت ومن تحت لفوق، لا هو بس ماشي من فوق لتحت وخلاص.
give feedback to member in the form of personal praise or criticism. الفيدباك بتاعه يا اما حلو يا اما وحش، ما عندوش وسط، يا اما بيمدح يا اما بينقد، ما عندوش وسط. exercise power firm personality، بيستنفذ كل جهدهم، شخصية حازمة، شخص مصر على رأيه، high directive. يبقى دي disadvantage بتاعته الايه الاوتوكراتيك. تاني حاجة الديمقراطيك leadership style او الparticipative او consultative. in this style عكس الاوتوكراتيك خالص، interact openly and friendly with people، بيتفاعل بحب وبود مع الفولورز بتوعه. use the way communication upward and downward communication، التواصل بيكون من فوق لتحت ومن تحت لفوق، يعني بيخليهم يتكلموا وهو كمان بيتكلم. work through people by suggestion not order، بيشتغل مع البيبلز بتاعته او الفولورز بتوعه من خلال السجيشن، بيقترح عليهم مش بيديهم اوردر. give feedback to the member in the factual and objective manner about the work، بيديهم فيدباك بطريقة موضوعية عن طريقة الشغل اللي هما بيشتغلوها. الادفانتج اوف الديمقراطيك ليدرشيب ستايل، permit and encourage all employees to participate in decision making، بيشجع. ايه ميزة الديمقراطيك ده؟ لما يكون شخص بيخليهم يشاركوا وهو بيستخدم التو واي كوميونيكيشن، ايه الادفانتج بتاعته؟ بيسمح لهم او بيشجعهم، شجع الامبلويز بتاعته ان هم يبارتيسيبيت ان الديسيجن ميكنج، ان هم يشاركوا في اتخاذ القرار. وبالتالي لما يشاركوا في اتخاذ القرار او ان هم ياخدوا ان هم هينفذوا بطريقه معينه، greater commitment of the employees to their work so it increases job satisfaction and productivity، هيشجع وهيخليهم ناس كوميت ملتزمين بان هم يحققوا الجولز، وبالتالي هيزود الساتسفاكشن، يحسوا بالرضا، وهيزود البرودكتيفيتي، هيزود الانتاجية. تالت حاجة decision made by the group are more effective، لما اخد قرار من مجموعة هيبقى طبعا اكثر فاعلية من هو يكون قرار من شخص واحد. ايه disadvantage of democratic leadership style؟ lack of efficiency when group members are lacking maturity and skills، عكس الادفانتج بتاعة الاوتوكراتيك دوان، هيكون هيبقى فيه قلة في الافشنسي في الكفاءة، وين الجروب ممبر لو هم ما عندهمش سكيلز ولا اكسبيرينس، فطبعا هيحصل لك في الافشنسي. time consuming for taking decision، هياخد وقت في اتخاذ القرار، لما اسمع من ده واسمع من ده هيبقى time consuming for taking decision، عكس الادفانتج بتاع الايه الاوتوكراتيك. بعد كده عندي اللي هو نمبر 3 ليزي فير ليدرشيب ستايل ولا بيرميسيف ليت الون. ليزي فير ده شخص متساهل، شخص سلبي، سايب الجروب كده مع نفسه. قال لك عكس ده الديفينيشن بتاعه، عكس الديفينيشن بتاع الاوتوكراتيك. ان هويتش ذير از ا ماكسيمم فريدم فور ذا جروب ممبر، سايب لهم حريه مطلقه، with minimum leader control، وهو مسيطر بطريقة بسيطة جدا. يبقى هو مديهم حرية مطلقة ان هم ياخدوا قرار ان هم يعملوا accomplishment objective، وهو دوبك كده موجود وخلاص. in this style the leader leave group member free to set their own goal، بيسيبهم ان هم يحطوا الجول بتاعهم، take decision ياخدوا قرار، determine their own activity ويحددوا الأنشطة اللي هم هيعملوها عشان يحققوا الجولز، without his or her participation، من غير ما يرجعوا له. يبقى هم سايب الدنيا، هم يحققوا الجول، هم يحطوا الجول، هم ياخدوا القرار، وهم وهم يحددوا الأنشطة اللي هيعملوها من غير ما يرجعوا له. ثابت lack of control، طبعا مش هيبقى فيه بقى في control ولا توجيه، ولا هيبقى فيه توجيه ولا سيطرة ولا شراف ولا تناصب في اي حاجة، لان سايب الدنيا عايمة على زي ما بيقولوا اللي هي مركب من غير رئيس. give the group total responsibility without any standard behavior available، بيديهم مسؤولية من غير ما يحطوا لهم اي معايير ولا اي حاجة يشتغلوا عليها.
يبقى دوت اللازي فير. ايه الادفانتج بتاعته؟ In a limited situation, creativity may be encouraged highly qualified people plan a new approach to problem. في مواقف بسيطة جدا لو فيهم شخص مبدع ده القائد ده هيديله فرصة ان هو يحط بلان للمشاكل الموجودة. في مواقف بسيطة creativity may be encouraged or high qualified people لو هما فيهم شخص qualified هيديله فرصة ان هو يحط خطة لمواجهة المشاكل اللي بتقابلهم. طب ايه disadvantage بتاعته؟ طبعا الدنيا سايبة وكل واحد بيعمل زي ما هو عايز. new unity of action leading to decreased productivity and satisfaction على عكس الديمقراطيك مفيش وحدة طبعا مفيش واحد قرار كل واحد بيقول رأيه وماشي على مزاجه هيؤدي الى هيقلل البرودكتيفيتي هيقلل الانتاجية وهيقلل طبعا رضاهم لان كل واحد عايز رأيه هو اللي هيمشي. group member will lose all sense of initiative and desire for achievement طبعا هيفقدوا كل احساس الابداع وان هم يشتغلوا والرغبة ان هم يحققوا الجولز او الاوبجكتيفز بتاعتهم. هيؤدي الى طبعا instability and disorganization and efficiency قلة الكفاءة وقلة التنظيم وقلة ال حتى مش هيبقى عندهم اي satisfaction. طيب عندي تاني نوع عندي ال advanced leadership احنا قلنا traditional الاوتوكراتيك الديمقراطيك الليزيفير. اما ال advanced في منه نوعين transactional leadership transformational leadership قيادة تحويلية وقيادة انتقالية. عندي أول حاجة transactional leadership define as leader who function in a caretaker role and focus on day to day operation هو بيشتغل الليدر هنا بيكون دوره caretaker role دوره كراعي للجروب and focus on day to day operation بيركز على عمل يوم بيوم. طيب transformational هو leader who commit the people to action بيلزمهم ان هم يقدوا الشغل وبيحول الفولورز الليدر ممكن يحولهم يخليهم هم leader يخلي كل شخص يشتغل كليدر and who may convert leader into change agent بيحولهم لعامل تغيير يقدر يغير يقدر لو في اي حاجة يقدر يغيروها في المنظمة بيخليهم لديهم القدرة على التغيير والابداع. ده الفرق ما بين ده وما بين ده. ده ما بيشتغل يوم بيومه ده بيحاول بيلزم البيبل ان هم يأدوا المهام بتاعتهم وممكن يعمل convert الفولور لليدر and the leader to change agent. في transactional leadership leader survey their follower need بيبحث عن احتياجات الفولورز وبيحط الجول and set goals for them based on what can be expected from the follower بيحط الجول على ما هو متوقع حدوثه منهم او ما هو متوقع ان هم ينفذوه. اما هنا الليدر الترانسفورميشنال leader will known by special ability لديه القدرة to bring about innovation and change لديه القدرة على التغيير والابداع by inspiring people not by coercion ان هو بيلهمهم مش بيجبرهم ان هم يشتغلوا. يبقى دون بيدور على احتياجاتهم وبيحط الجولز على حسب هم هيقدروا يحققوا منها ايه لكن هنا لديه القدرة. ده شخص معروف ان هو شخص مبدع شخص يقدر بيحب التغيير وبيخلي البيبولز او الفولورز بتوعه بيلهمهم ان هم بيساعدهم وبيلهمهم بالافكار مش بالاكراه مش بيجبرهم ان هم يشتغلوا مش بيكرههم على بيخليهم كارهين الشغل لا ده بيلهمهم بالفكرة وبيخليهم يكونوا ناس مبدعين. طيب transactional leadership occurs when the leader takes the initiative in contacting other for the exchange of valid thing هو بيحصل لما الليدر بيكون عنده القدرة ان هو exchange of valid thing ان هو بيتبادل الاشياء اللي هي لها قيمة. اما دوا اوكر هو ان البيرسون انجيج ويز اذر سو ذات ليدر اند فولور ريز ايتش اذر تو هاير ليفل اوف موتيفيشن اند ايثيكال ديسيجن ميكينج هنا الشخص بيشجعهم انجيج ويز
with others so the leader and the follower raise each other. هما الاثنين بيساعدوا بعض، هما الاثنين بيرفعوا من بعض، بيحفزوا بعض، وبياخدوا قرار أخلاقي هما الاثنين. أما ده هنا برضو بيتبادلوا الأشياء اللي هي بيتفاعلوا مع بعض وبيتبادلوا الأشياء اللي هي ذات قيمة. طيب عندي تاني حاجة، الترانساكشنال ليدرشيب امفسايز اون سوشيال انتراكشن بتوين الليدر اند الفولور، بيركز على التفاعل الاجتماعي ما بين الليدر والفولورز. هنا بيركز على الانتر بيرسونال ريليشن شيب، العلاقات الشخصية ما بينه وما بينهم. طيب الترانساكشنال فوكس اون ذا مينتيننس اند مانجمنت اوف اون جوينج اند روتين ورك، احنا قلنا اللي هو دي تو دي اوبريشن. هنا برضو قال لك ان هو بيركز على ان هو مينتيننس، بيحافظ وعلى الروتين وورك العمل اليومي. اما ده فوكس اون كولكتيف بيربوس، له هدف جماعي. ماتيو والجروس ان هو هما الاثنين بينمو، هو ينمو والجروب بتاعه بينمو، اند ديفلوبمنت بيطور من نفسه بيطور من الفولورز بتوعه، ده بيشتغل. اما الترانزاكشنال بيشتغل يوم بيوم، بيحافظ على روتين العمل اليومي. طيب الترانزاكشنال ليدرشيب كونسيرند ويز مينتينينج الاستابيليتي باي بيرفورمينج الورك اكوردنج البوليسي والبروسيجر، ده بينفذ ورك على حسب اللوائح والقوانين. ده وان كونسيرند ويز افكتيف نيو تشينج ان اورجانيزيشن اند فاليد هيومن سيرفيس، ده بيركز على التغييرات الجديدة في المنظمة والتطوير والإبداع في المنظمة and وفي تطبيق البروسيس بتاعته and valid human وقيمة اللي هي الخدمات الإنسانية. دوت الفرق ما بين transactional و transformational leadership. عندي اخر حاجة characteristic affecting the choice of leadership، عندي 3 characteristic. number 1 leader characteristic، number 2 subordinate characteristic، number 3 اللي هي situation characteristic. عندي اول حاجة leader characteristic، انا امتى استخدم الاوتوكراتيك، امتى استخدم الديمقراطيك، امتى استخدم الليزي فير او transformation او transaction، ده حسب بيكون في حسب الليدر، حسب السبوردينيت، حسب السيتويشن او الاورجانيزيشن بتاعتي. اول حاجه حسب الليدر، الفاليز، الفالوز بتاعته، القيم بتاعته، اكستنت اوف باور، قدرته او القوه بتاعت الليدر، الكونفيدنس ان امبلويز، مدى ثقته في الامبلويز، ترى هو واثق فيهم وعارف ان هم يأدوا الجولز دون ولا لا، ليدرشيب سترينث، مدى قوة القائد، tolerance for ambiguity، مدى تحمله للambiguity للحاجات الغير متوقعة، feeling of security in uncertain situation، هو حاسس إحساسه بالأمان في المواقف الغير معروفة، يعني هو مش عارف إيه اللي هيحصل، إحساسه بالأمان في المواقف الغير معروفة. دوت الليدر، يبقى عندي الليدر كاركترستيك القيم بتاعته، الباورز بتاعته، السترينث، الكونفيدنس ان امبلويز، تولرنس فور امبيجويتي، فيلينج اوف سيكيورتي ان انسرتين سيتويشن. طيب عندي نمبر 2 السب اوردينيت كاركترستيك، ايه هي الخصائص في السب اوردينيت او الفولورز دول؟ سايز اوف جروب، حجم الجروب ده، ديجري اوف ماتوريتي، درجه نضجهم ومهاراتهم، commitment to a common goal، التزامهم بالجولز الموضوع، readiness to share in decision making، مدى استعدادهم ان هم يشاركوا في اتخاذ القرار او وضع القرار، tolerance for ambiguity، مدى تحملهم للاشياء المبهمه الغير معروفه، interest in the problem، مدى اهتمامهم بحل المشكله، knowledge and experience، المعلومات اللي عندهم والاكسبيرينس والخبره والاكسبكتيشن وتوقعاتهم. نمبر 3 عندي اللي هي situation characteristic، عندي situation characteristic بتشمل ايه؟ type of organization، نوع المنظمة اللي عندي، effectiveness of groups، مدى كفاءة الجروبس، problems or tasks، ايه المشكلة او tasks اللي هم هيأدوها، و time available، الوقت المتاح. thank you.